إلى ذلك أكد النائب عن تحالف السيادة طه المجمعي أن توزيع المنح المالية المقدمة من الشيخ خميس الخنجر لمتضرري مجمع الفاروق سيكون وفقا لثلاثة تصنيفات، الأول يشمل أصحاب المحال المحترقة، والثاني يشمل أصحاب المحال المسروقة بعد الحريق، أما الثالث يتعلق بأصحاب البسطيات. هذه المعونة ليست من الدولة، احنا شغل الدولة واحد، احنا ماشيين فيه وبالاجراءات مالته ويا جماعة برهوت التجارة. هذا تعتبر معونة من قبل الشيخ خميس الخنجر. ابو قسم يسألني عن التقسيم اللي راح يصير، احنا الجبل اللي سويناه الموقع اللي صار هناك بنفس الحادث. عندنا محلات محروقة، عندنا قسم مسروقة، وعندنا البسطيات. مو لغلطان. وهذا صحيح لو اكو هذا الشيء. فصارت ثلاث اقسام. القسم اللي محروق المحلات مالتهم البضاعه مالتهم هذا قسم، والقسم الثاني اللي مسروقه، والقسم الثالث هم اصحاب البسطيات. الاسماء اللي سجلناها موجوده عندنا. اكو من الحضور غير اللي اتصلنا بهم حاضر هنا، اذا احد موجود غير اللي بلغناهم خليهم يجون.